بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن معلمو مجمع ذيبان نقف اليوم وقفة احتجاجية ونطالب بما يلي: أولا زيادة راتب المعلمين بما يتناسب مع الوضع المعيشي وربطه بالدولار بما لا يقل عن 200 دولار، علما بأن الراتب الحالي لا يعادل 45 دولار ولا يمنح المعلم حياة كريمة ولا يؤمن له المقومات الأساسية للحياة الكريمة. ثانيا محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في كافة المجالات. ثالثا تطبيق قانون العاملين الأساسي. رابعا السماح للمنظمات بالدخول إلى المنطقة نسبة بباقي المحافظات. خامسا الاهتمام بالواقع الخدمي للمدارس وترميم المدارس وتعيين حراس لها، علما بأن المدارس تتعرض للسرقة بشكل مستمر. سادسا تسوية وضع المدرسين الذين تم نقلهم من مجمع الفرات ومجمع السوسة إلى مناطقهم. سابعا تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بشكل عام وتأمين فرص عمل للشباب. وعليه نطالب المجلس المدني بدير الزور ونحمله المسؤولية لعدم الاستجابة للمطالب المحقة في المرات السابقة. وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب لمدة أقصاها أسبوع من تاريخه سنضطر إلى إغلاق المدارس بشكل كامل. ذيبان 12/3/2023 معلمي مجمع ذيبان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.